عدد 24. فلما شاف بالعام انه حلو فنان الرب انه يبارك اسرائيل، ما نطقش زي المرة الاولى والتانية عشان يجيب فال، لكن خلى ناحية الصحراء وشه ورفع بالعام عينيه وشاف اسرائيل في الحال حسب العشائر بتاعته، فكان عليه روح الله فنطق بالمثل بتاعه وقال: وحي بالعام ابن باور، وحي الراجل اللي مفتوح العينين، وحي اللي بيسمع كلام الله، اللي بيشوف رؤية قدير مرمي هو مكشوف العينين. قد ايه حلوة الخيام بتاعتك يا يعقوب، اماكن السكن بتاعتك يا اسرائيل، زي اودية ممدودة، زي جنات على نهر، زي شجر صبار غرس الرب، زي شجر ارز على المية، بتجري مية من الجردل بتاعه ويبقى زرعه على مية كتيرة، ويعلى الملك بتاعه على اجاج وتترفع المملكة بتاعته. الله خرجه من مصر، عنده زي سرعة الطور الوحشي، ياكل بلاد اللي بيضايقوه ويقطم عظمهم ويحطم سهامه، قعد زي اسد وريح زي لبوة. مين يقومه؟ اللي يباركك متبارك، واللي يلعنك ملون. فولع غضب بلاق على بلعام وسقب بايديه وقال: بلاق لبلعام، عشان تشتم عدائي ندهتلك، واديك انت باركتهم دلوقتي ثلاث مرات، فدلوقتي اهرب لمكانك، قلت اكرمك اكرام واهو الرب منعك من الكرامة. فقال بلعام لبلاق: مش كلمت كمان الرسل بتوعك اللي بعتهم لي وقلت لهم ولو اديني بلاق ملوا بيض وفضة ودهب ما اقدرش اتعدى كلام الرب عشان اعمل خير او شر من نفسي؟ اللي بيتكلمه الرب هو ده اللي بيتكلمه. ودلوقتي اهو انا طالع لشعبي، يلا بلغك باللي هيعمله الشعب ده بشعبك في اخر الايام. بعدين نطق بالمثل بتاعه وقال: وحي بالعام ابن باور، وحي الراجل اللي مفتوح العينين، وحي اللي بيسمع كلام الله ويعرف معرفة العالي، اللي بيشوف رؤية قدير، واقع وهو مكشوف العينين، شايفه ولكن مش دلوقتي، ببص عليه ولكن مش قريب، يظهر كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم الطرفين بتوع مؤاب ويضيع كل ولاد الحرب، ويبقى أدوم ميراث، ويبقى تعير أعداءه ميراث، ويشتغل إسرائيل بقوة، ويتسلط اللي من يعقوب، ويضيع اللي باقي من مدينة. بعدين شاف العمليق فنطق بمثل وقال: عمليق أول الشعوب، وأما أخرته فللضياع. بعدين شاف القنيين فنطق بمثل وقال: يبقى مكان السكن بتاعك متين، وعيشك محطوط في صخرة، لكن يبقى قايل للدمار لحد ما يكسرك أشور. بعدين نطق بالمثل بتاعه وقال: مين يعيش لحد ما يعمل كده، وتيجي سفن من ناحية كتيم وتخضع أشور وتخضع عابر، فهو كمان للضياع. بعدين قام بالعام وطلع ورجع لمكانه، وبلاق كمان راح طريقه.